أكثر من 100 يوم و90% من السكان نازحون، جوع وخوف وانعدام لسبل الحياة. أنين سكان قطاع غزة وصل إلى أصقاع العالم. الظروف الإنسانية الصعبة وانعدام سبل الحياة أدت لتدافع الآلاف من سكان القطاع للحصول على القليل من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة. لا غذاء ولا دواء في القطاع، لا حياة في القطاع. مشاهد تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي وصل إليها الغزيون بعد مرور 100 يوم على الحرب. 100 يوم راح ضحيتها أكثر من 100,000 من سكان قطاع غزة بين قتيل وجريح ومفقود. فهل برأيك سيكون هناك حل قريب؟